إخوتي الأحبة، نحن باليوم الثاني من شهر أيار المبارك، الشهر المبارك لأنه نحن منكرسه لأمنا مريم العذراء. وباليوم الثاني رح نتوقف حول لقب جديد من مريم العذراء أو لمريم العذراء، هي جزة جدعان. نرجع للعهد القديم بسفر القضاة، بيطلع قدامنا نص بيقلنا إنه ربنا طلب من جدعان إنه يخلص شعبه. قال له بدي إشارة منك تأتأكد إنك أنت اللي بدك تبعتني. قال له رح شيل جزة شقفة من صوف الخروف، حطها بمكان صحراوي، وباليوم الثاني بدي شوف هالجزة مليانة من الندى، وكل ما حواليها بيكون جاف. وهيك صار. رجع بالليلة الثانية بيطلب من ربنا انه تكون وحدة شيء جافي وحولها وحوليها كله المليان ندي. وهيك صار. ساعتها تأكد انه ربنا هو اللي بده يبعثه تيخلص شعبه. وعلى هالأساس نحن اليوم مدعوين ان ننظر من خلال هالجزة الى مريم العذراء. هي هالرمز يلي من خلالها منشوف انه يسوع هو الندى السماوي يلي اجا وحل بهالجزة، حل بمريم العذراء، والوحيد يلي حل بمريم العذراء. ومنعرف كيف من خلال حلوله بمريم العذراء امتلأت مريم من الندى السماوي، وأعطت العالم الماء الحي يلي من خلاله بعدنا لغاية اليوم عم نشرب من هالماء لا حياة أبدية نحن كلنا سوا مدعوين لها. إن شاء الله ربنا يكون معنا ونعيش تأملات يومية مع مريم.